كومبينيشن بالنسبه لي 5 سنت بعد ما قسمت ال 5 سنت نشوف انه في امكان انه نعمل كومبينيشن اللي بعد 5 سنت بحيث نغير الميكانيزم اللي ممكن يعمل عليها الجزء بحيث نقلل لي عدد الاجزاء قدر الامكان. والبرودكتيفيتي اللي هي الانتاجيه للعامل تكون بشكل اساسي محدد في كلفه العامل. There is a very strong relationship between the cost of direct labels and the level of automations. يعني لما نريد نقلل كلفة العامل واحدة من العوامل اللي نقول لها نروح نعمل ايش؟ أهمتها. إنه الماكينة تقوم بهذا الإجراءات تكون بالتأكيد هتقلل من الكلفة الكلية لما نروح هذا أوتوميتد. لكن بالأخير نحن مش هنقدر نستعمل العامل بشكل نهائي لكن نقلل الكلفة لأنه بالأخير محتاج إنه المشين يكون فيه سوبرفايزر على الأقل يشغل المشين. Also the number of steps in the manufacturing process. يعني نحاول نطرق لازم نعمل تصنيع المنتج نحاول نقللها قدر الامكان وفقا نعمل تصنيع. Process such as conventional machining لما نتكلم عن الطرق التقليديه في التصنيع اللي هي بتحتاج الى خطوات كثيره عاده وبتحتاج الى انه يكون العامل اللي موجود عندي ذو مهاره عاليه هاي سكيل نحتاج في هذه الحاله الى العامل وبالتالي هيكون لما نتكلم عن المانيوال او الهاند مانيفاكشرنج اللي هو الليبر الموجود بشكل اساسي العامل بيحتاج نحتاج احنا الى كلفه عاليه يزيد الكلفه لكن متى بتقلل الكلفه وهذا اللي ممكن نشوفه احنا في الحالات الادويه لما نشوف منتج نشوف سعره مرتفع السبب انه بيحتاج الى شغل يدوي ومهاره بتكون بشكل اكبر. إذن process such as conventional machining, investment casting, إيش نقصد بالinvestment casting؟ واحدة من طرق السباكة بيستخدموا فيها coating materials. coating هذا بيكون refractory materials بيتم العمل بهذا الانفستمنت لأنه بتختلف شوية عن casting process. لما نحتاج منتجات رقيقة زي الراس المحرك بينتجوا بها بيتم بتكون صناعه القالب بمولد فورم رقميه بيكون هي النموذج الفرد ونحيطه وندعمه بماده ريفراكتوري طلع فلما نصدر معنا المسهل داخل هذا الجزء هتتبخر يبقى شكل الموجود للمنتج بيكون المنتج على المنتج فسموها الانفستمنت يعني من الهيد كوتنج الايات اللي بنعملها او الريفراكتوري ماتيريالز. And mechanical assembly including adjustment and calibrations tend to contain high direct labor content. اذا دائما لما تكون في عندي العامل بيقوم بمهارات كثيره بيحتاج انه يقوم بعمل كثيره بيحتاج انه نزيد الكلفه يكون ويكون انتاجيه ايضا اقل نسبه للاوتوميشن ماشين. اذا التوجه للاوتوميشن بالتاكيد هيقلل الكلفة بالنسبة للدايركت أو العمالة المباشرة. Cost of indirect labors. إذا الدايركت labors هم عبارة عن من هم الأشخاص اللي ممكن نعتبرهم دايركت labors اللي ما يكونش على علاقة أو تماس مباشر كمان بالمنتج. Indirect labor is defined as work or task performed by personnel who don't produce product. يعني كانه ما له علاقه بالتحويل الماتيريال من شكل الى شكل نهائي هو شكل المنتج. هذه العماله نسميها عماله غير مباشره. دايركت ليبر كوست ار كوست ذات كان نوت بي سبيسيفيكالي لينكد تو ذا كوست تو ذا فيزيكال كونستركشن اوف سبيسيفيك برودكت. اذا ما له علاقه ايضا بالتحويل والحصول على الشكل النهائي للفلوس. But are necessary for producing this product. Setup components. هذا العمال اللي يقوموا بعملية تجهيز للماشينز يعتبروا indirect. Inspectors الفاحصين. الماتريال حتى الأيام اللي بيناولوا من المواد ينقلوا المواد من مكان لمكان ولا لهم علاقة بالماتريال. Tools guide Materials handling. ايوه handling اللي هو بيناولوا المواد بيناولوا المواد اللي داخل بس ما عندنا ما نعرفش علاقة بالمادة لكن بيدعموا بجانب التصنيع عندي والعمال بيجهزوا لهم المشينز والماتيريال عفوا. التول كريب اتندنت هذول اللي بيعملوا حاله تسنين تقليد وادوات الطاقه مثلا. عندك
سلبا يجوز بيعمل حد او سن الادوات مثلي عن بنتين يسون قوارب هذول الاشخاص اللي بيقوموا في الاعمال جميع الاطفال هاوس كيبنج بيرسونال يوتيليتي وركرز شيبنج ريسيفنج بيرسونال وايضا فورت لاند درايفرز لما يشتغلون على المصاعد زي كل هذه الاقسام او ميدلاند كلهم هؤلاء هم اكزامبل اوف هذه الاعمال المساعده هي ضروريه تكون في عمل التصنيع صح ما لهمش علاقه بتحويل المنتج للشكل النهائي لكن تكون داعمين وبالتالي نسميها الكلفه بوست اون دايركت ليبرز. السؤال طبعا اللي بنطرحه الان هنا ايش علاقه هؤلاء بالماتيريالز اللي ايش العلاقه اللي ممكن تكون لهم في الماتيريال سيلكشن كل الاشخاص طبعا في جزء كبير منهم هل ممكن هنا نحاول يعني من خلال الماتيريال لها علاقه بال طبعا من حيث ممكن تكون الماتيريال لها علاقه من حيث الوزن انه هو باعتبار لا انه الشكل الماتيريال اللي يكون عند كيف تكون الماتيريال الشكل الخام الماتيريال اللي يتعامل مع العامل كيف ممكن تكون عندي عملية التجهيز للماتيريالز الأولية أيضا بالشكل المطلوب وأيضا الخطوة التصنيعية تكون مؤثرة بأنه نقلل من الكلفة يعني كل ما قلبنا من هذا النوت كل ما كان اختيار المواد بناء على تقليل هذه المواد كوست اوف تويل اللي هي الجزء اللي نستخدمها بتحويل الماتيريالز الى الشكل النهائي Turing costs are increasingly an important area of focus for many discrete manufacturing today. يعني واحد من العلماء مثلا كل المصنعين بيقولوا انه احنا كيف ممكن نقلل كلفه التولز لانه كل ما كان عند كلفه التولز اقل كل ما كان سعر المنتج اقل طبعا هذا مش بالتاكيد ما يكونش على حساب الجوده المنتج يعني انه انا راح اضيع اكويبمنتس او تولز تاثير على الجوده سبيشال فيتشرز دائما لما نفكر بشكل المنتج هنا ممكن احيانا تفصيل شكل المنتج ما يخليكش راح تحتاج سبيشال فيتشرز ممكن فيتشرز المثبتات الملازم يعني موجوده على التيبل هذه نسميها فيتشر شفت المنجر الموجوده اللي بتثبت فيها الجزء او الاجزاء اللي بنشتغل عليها الورشه هذه نسميها فيتشرز ايضا عن المخرج راح تحتاج مكان الميلينج اللي هي القوابض الراجل اللي نسبه جيجز دايز مودز باترنز النماذج احيانا نحتاجها في السباقه جيجز ادوات القياس and test equipment can be measured cost factor when new parts and new products are market changed in existing parts and products are put into production. اذا بيعتمد على الكومبلسيتي اللي هي في المنتج. تعقيد المنتج هو اللي بيودينا على استخدام هذه التولز وتعددها، كل ما كان المنتج بشكل ابسط كل ما كان عندي هذه الاحتياج لهذه التولز اقل. Capital investment, of course, it is easier and less risky for a company to start considering a new product that utilizes an extension of existing facilities. إذا لما نتكلم عن كلفة الآن بالنسبة للانفستمنت كلفة استثمارية تكون عندي هذه الكلفة كلها علاقة بشراء ماشينز مثلا. فدائما كمصممين احنا المنتج البرودكت يكون عندي غير من الخط الانتاجي اللي انا استخدمه الان بالامكانيات واخر الكابابيتيز ويكون عندي اكستنشن اقل من انه لو اشتري ماشينز او سامتنج سيلز او سام تولز لاغراض محدده مكان لا يستطيع عمليه التصنيع بيكون باقل من كلها ما يكونش الاتجاه عندي انه كل ما اعمل منتج جديد لازم اروح اغير الخط الانتاجي لانه بيزيد من الكلفه اللي ممكن تكون موجودة وبتثبت الاستثمار. Can be minimized if the product can be made by using a budgetable capacity. دائما لما نريد نقدر الاندس الكابيتال انفستمنت نحاول انه نستخدم الايكويبمنتس او الريسورسز الموجودة في المصنع بالشكل الافضل. Material selection procedure نتوقف هنا وبعدين نكمل. سلام.